السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأخبار من قناة ليبيا الأحرار. استشهد 9 من الثوار وأصيب عددا آخر بجروح إثر اشتباكات مع الكتائب التي استخدمت قذائف جراد وراجمات صواريخ ضد الثوار المتمركزين في منطقة نعيمة قرب زليتن. وأكد مصدر طبي في مستشفى الحكمة أنه استقبل جثث 9 شهداء بالإضافة إلى 35 جريحا تتراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، حيث توجه أهالي الضحايا للتعرف على جثث الشهداء وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل تشييعهم في جنازات حضرتها جموع غفيرة من السكان. أكد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي أن فرنسا على اتصال مع مبعوثين من نظام القذافي، مثل ما هو الشأن مع عدد من الدول على غرار تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، رافضا وصف الأمر بالمفاوضات الحقيقية بل هو مجرد استقبال لمبعوثين يؤكدون أن القذافي على استعداد لترك الحكم السياسي والعسكري. هذا ودعا جوبي في تصريح لإذاعة فرانس إنفو، دعا القذافي إلى التنحي مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول لحل مع نظام القذافي قبل وقف إطلاق النار وعودة الكتائب إلى ثكناتها. هذا ورحب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الانتقالي الدكتور فتح البعجة، رحب بالعرض الذي اقترحه وزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق والمتعلق بوقف متبادل لإطلاق النار وانسحاب كتائب القذافي بالإضافة إلى تنحي القذافي عن كل سلطاته. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن سويسرا سترسل دبلوماسيا إلى بنغازي لفتح ممثلية فيها، وقالت الوزارة في بيان أنها تعتبر المجلس الوطني الانتقالي المحاور الشرعي الوحيد لسويسرا في ليبيا، لذلك قررت سويسرا أن ترسل إلى بنغازي دبلوماسيا مهمته فتح مكتب اتصال بالإضافة إلى مكتب الشؤون الإنسانية. أجرى وفد من 4 مسؤولين في نظام القذافي برئاسة محمد إسماعيل الضابط في جهاز مخابرات القذافي الذي يشرف عليه عبد الله السنوسي، أجروا محادثات في إسرائيل مع زعيمة المعارضة في الكنيست تسيبي ليفني بناء على طلبهم، وسلموها رسالة شخصية من القذافي جاءت على أقراص رقمية، حيث سلمتها ليفني إلى الجهات الأمنية المختصة لفحص محتوياتها. كما التقى وفد القذافي النائب مائير شطريت من حزب كاديمة ومجموعة من اليهود المنحدرين من أصول ليبية في مدينة نتانيا. وتهدف هذه الزيارة حسب وسائل إعلام إسرائيلية تهدف إلى تحسين صورة نظام القذافي لدى الإسرائيليين. قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإغلاق 14 قناة تابعة لنظام القذافي والتي تبث على القمر المصري نايلسات. وفي هذا السياق صرح إدريس نور الدين المحامي الليبي وأحد المشاركين في رفع الدعوى، صرح بأن نظام القذافي فقد شرعيته الداخلية والخارجية وأصبحت قنواته سلاحه الوحيد الذي يروج من خلالها أكاذيبه والذي يحاول بث الرعب النفسي عن طريقها في قلوب الليبيين. افتتح الثوار المتقدمون نحو طرابلس مستشفى ميدانيا في بئر الغنم، وذلك لاستقبال الجرحى القادمين من خط المواجهة قبل نقلهم إلى مستشفيات الجبل الغربي. وجاء افتتاح هذا المستشفى بفضل تبرعات الجاليات الليبية المقيمة في الخارج، ومن بينها الجالية الليبية المقيمة في استراليا والتي تطوعت بسيارة إسعاف. ويشكو القائمون على المستشفى من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والماء. نهاية الموجز في أمان الله.